أما واثق البطاط فقد هدد صراحة الضباط الذين ألقوا القبض على المعمم الإيراني الذي حاول تهريب بحسب ما قاله الضباط في مقطع الفيديو بتهريب مادة الزئبق من العراق إلى إيران. دعونا نشاهد تهديد واثق البطاط لهؤلاء الضباط. أنت طلبت من السيد أن يخلعها وهو خلعها وأنت كان بأمرك أنه تخلع هذه العمامة. والله العظيم والنبي الكريم لنخلع عيونك من جمجمتك. والله العلي العظيم لنسوي راسك نفاضة مال جيجاير. والله العلي العظيم لنسوي بيك مصيبة وكارثة ونسح لك أنت. شوف بس ركزوا وياي والمجموعة اللي طلعت وياك، أنتم وعوائلكم ومن وراءكم ومن صدر الأمر ومن لم يستنكر، نحن نعتبر تعرضكم لعمامة رسول الله تعرض للنبوة وتعرض للإمامة وتعرض للمرجعية وتعرض للقيادة، وكل عمائم العالم الآن أهينت. واسمعها مني جيدا، والله وبالله وتالله لنسويك عبرة لمن اعتبر، أنت ومن بعثك